هعلم على الهليكوبتر. انا 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 هعلم على الهليكوبتر. ان شاء الله باذن الله انا هعلم على الهليكوبتر. ان شاء الله انا هعلم على الهليكوبتر يا اولاد. انا هعلم على الهليكوبتر. انا هعلم على الهليكوبتر. طبعا هنعلم على الهليكوبتر رقم 14. ان شاء الله هنعلم على الهليكوبتر رقم 14. علم على رقم 14 الهليكوبتر. ان شاء الله انتخب الاستاذ سيد احمد حسني رمز طيران الهليكوبتر. هنتخب السيد حسني رقم 14 رمز الهليكوبتر. ننزل علم على رمز الهليكوبتر رقم 14. ننزل علم على الهليكوبتر رقم 14. انا هعلم على الهليكوبتر رقم 14. هنزل علم على رمز الهليكوبتر رقم 14. انا هعلم للهليكوبتر رقم 14. علم على الهليكوبتر رقم 14. هذا من الهليكوبتر رقم 14. الهليكوبتر رقم 14. ننتخب ان شاء الله الحاج سيد حسني رقم 14. استاذ سيد حسني ان شاء الله رمز الهليكوبتر باذن الله. باذن الله بنعمل الاستاذ سيد حسني باذن الله رمز الهليكوبتر باذن الله رقم 14. اتشرف ان انا ارشح الاستاذ سيد حسني رمز الهليكوبتر. تعرف صفاته لو قلت اسمه. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصري. قلوب مصري زي ما اتفقنا صوت الوطن والمواطن. في البدايه باقه ورد بنهديها لكل جندي مصري، لكل رجل بيحب بلده، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الاجهزه الموجوده اللي قلبها وشعورها واحساسها وكيانها مع مصر. كمان عندي للاسف شديد خبر ان حد من زملائنا ومراسلينا في الغردقه الاستاذ احمد توفاه الله. انا برسل تعزئه لكل اهله في الغردقه وفي البحر الاحمر ولزملائنا الاستاذ رمضان يوسف والاستاذ كرم فرج الله والاستاذه اميمه والاستاذه سلوى سراج فريق العمل بتاعنا في الغردقه. انا بقول لهم البقاء لله وان شاء الله تكون اخر الاحزان. خلونا النهارده نشوف كمان قرية عزيز مصر العزيزية. العزيزية قرية واحنا شايفينها قدامنا على الشاشة، أقدم عاصمة في التاريخ. نقول إيه؟ تغرق في مياه الصرف، تغرق في المياه الجوفية، الناس سابت بيوتها وخرجت وهربت من البيوت، بيوت قديمة وفيها شبرين مية، والمحافظ سيد محافظ الجيزة أحمد راشد قاعد في التكييف، والأجهزة اللي موجودة في البدرشين رئيس مجلس المدينة قاعد في التكييف، واضح ان هو من بلد تانية ومش حاسس ان في ناس غلابة عايشة في المكان ده ممكن البيت يتهد عليهم. دي رسالة بنوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا سيادة الرئيس في ناس محتاجة ان حد ينزل يبص عليها. قرية العزيزية اقدم عاصمة في التاريخ، بلد زريخة، بلد عزيز مصر، تغرق في مياه الصرف الصحي. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة ونرحب بالاستاذ السيد احمد حسن مرشح دائره دمياط الدائره الاولى. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. اطفالنا ومواهبنا الجمال اللي قلنا من دمياط النهارده وكانوا في مهرجان مع وزير التعليم النهارده، الطفل الموهبه علي عوض من دمياط. اهلا وسهلا بك يا استاذ علي. الحمد لله. الطفله الجميله همسه ابو سمره برضه من ابناء دمياط المواهب. اهلا وسهلا بك يا همسه. اهلا. الناس دي جايه النهارده الاستوديو عشان الاستاذ سيد هيكرمهم كابناء مواهب متفوقه من دمياط، وعشان يحتفلوا معانا ويحتفلوا مع الشعب المصري ويوجهوا رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش انت لوحدك، كلنا معاك. بدايه من اطفال مصر اللي عندهم انتماء ولاء البلد الى اكبر الشيوخ والمشايخ. خلينا نسمعهم النهارده ورساله بيبعتوها لكل واحد في مصر، لكل واحد قاعد على صفحات الفيس بيتابع الحاجات البث الحاجات المسيئه. لا، بنقول في ناس عندهم وطنيه، في اطفال عندهم احساس وعندهم انتماء لبلدهم من دمياط. دمياط النهارده هتبقى حلقتنا. في فقرة تانية معانا ضيوفنا من دمياط وهنتكلم على مشاكل أهل دمياط. خلونا نبدأ بهمسة ونسمع همسة. بسم الله الرحمن الرحيم مع قصيدة بيسألوني أنت مين للشاعر خالد أبو رجيلة. أنا ابن مصر أنت مين؟ أنا ابن مصر، ابن البلد، ابن الغلابة الطيبين، ابن اللي زارع واللي صانع، ابن الكنايس والجوامع، ابن الغني وابن الفقير، ابن القلوب الطيبة والايدين العرقانين. انا بسمة حلوة بتترسم على وشوش الشقيانين،
أنا دمع نزلة بتشتكي كل العيون المظلومين، أنا طرس صغير لسه بتعلم أطير، أنا زرع أخضر في أرض عطشانة حنين، أنا غنوة مش راح تتنسي عايشة على مر السنين، أنا شجرة عالية وضلها فرشاة لكل التعبانين، أنا مركبة أمن وسلام نطق نجاة للغرقانين، أنا باب مفتوح للي تاي ونهر النيل للعطشانين، أنا ابن مصر ابن البلد لكن انت مين، أنا بدلة موهة على الحدود ساعة الأذان، فطرت رصاص والمية في ايديا الشمال والتمر في ايديا اليمين، أنا لبسي زيت في قطر حرب واسم حرب، تصريحي كان من غير وجوه وكفني كان في البدرشين، أنا اللي صورتي على الحيطان وفي الشوارع والمدارس وكل حي أو ميدان، أنا الجرس أنا الأداة أنا دم هز المزلقات، صحى الشوارع والميدان من الصعيد لبورسعيد، أنا مصر حر ومش جبان، أنا صحرا عاش فيها الأمان، طرحت ربيع طرحت رحال ببني وعمر من زمان، ورق مين يروي الغطاء أنا سد عالي ملوش بباب، ويد قوية عالخاء من غير غرور أنا كل دول، أنا مصر حر ومش جبان، أنا ابن مصر ابن البلد ابن الغلابة الطيبين، أنا ابن مصر ابن البلد لكن أنت أنت مين. الله عليك يا بس. الله عليك يا همسة، جميل، يعني إحساس، وبنت الله. طفلة صغيرة عندها إحساسها ببلدها. طب نسمع علي إن شاء الله. أسد، سألقي على مسامح حضراتكم الآن قصيدة بعنوان أسود مصر. أسود مصر حماة مصر حماة الشرق الأوسط، مصر يما ما تبكيش ارفعي راسك ما توطيش، قولي لكل الدنيا بحل أنا خلفت أسود في الجيش، أنا خلفت أسود في الجيش، خلفتيهم من صلبك وربيتيهم فوق أرضك وعلمتيهم يصنع عرضك، وحالفين انك ما تنكسريش وقت الشدة بتلاقيهم أمان الدين واجب عليهم، والتاريخ بيشهد ليهم بيموتوا عشان اسمك يعيش، بيموتوا عشان اسمك يعيش، أسود على خط النار واقفين تماسيح جوه البحار عايشين، نسور فوق في السماء طايرين والخوف جواهم ما تلاقيش، بص عليهم بعينيك بص عليهم بعينيك، شوفي قد ايه بيخافوا عليك، بيقدموا روحهم في داليك علشان تطلع ما تنزليش، على السكوت ما تعودوش وابن الموت ما بيخافوش، وغير كرامتك ما بيشوفوش، خليكي فاكرة وما تنسيش، خليكي فاكرة وما تنسيش، ودول اللي طردوا الهكسوس ودول برضه اللي بعدوا التتار وصمتوا في النفسة والاستعمار، وفي اكتوبر ردولك شرفك وجابوا الطار ومسحوا العار، تقدر بيهم ما تفتخريش، افتخري بيهم وارفعي راسك في العلالي، وقولي ليهم ولد ضناي حبيب الغالي، خدوا بالكم من بحري ومن نهري ومن طيني ورملتي وجبالي، ونامي وانت مطمنة وما تقلقيش، دول سهرانين على حدودك ظباطك وصف ظباطك وجنودك على قلب اسد واحد، لخلودك بالله عليكي ما تزعليش، بالله عليكي ما تزعليش، دي ازمه يا امي وهتعدي، دي
وهتعدي، بس لازم القطر يهدي. ونصيحة ليكي من عندي عالماضي السيء ما تبصيش، بص البكرة وللمستقبل، بص البكرة وللمستقبل، بص المكانة ليكي أفضل، والخايب منك يرحل وعليه ما تدوريش. وتحيتك للأسد الهمام وللقادة اللي ماسكين الزمام، اللي أنقذوكي من نفق الظلام اللي سكناه الخفافيش. دول أولادك، دول رجالك، دول أولادك، دول رجالك، ونام وانت مطمنة وما تقلقيش. ومصر يما ما تبكيش، ارفعي راسك ما توطيش، قولي لكل الدنيا بحل، أنا خلفت أسود في الجيش، أنا خلفت أسود في الجيش. وشكرا. الله عليك علي. يعني أنا شايف أطفال مصر جايين من دمياط بيوصلوا رسالة، ده الجيل اللي جاي، ده الجيل اللي هيبني، ده الجيل اللي هيعمر. سيد الرئيس بيشتغل والمجموعة اللي بتشتغل بتشتغل عشان الناس دي، الناس دي بإذن الله هيحموا بلدنا، هيطوروها، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم إن شاء الله قادة المستقبل بإذن الله. الأستاذ السيد هيكرم علي وهيكرم همسة، وبعد كده هنخرج فاصل وهنرجع نستقبل ضيوفنا. موسى حبيب تسلم ايديك ويسلم لسانك يا حبيب. شكرا لحضرتك. هل كده عشان الكاميرا؟ بص في النص كده يا استاذ سيد. هنكرم علي، اتفضل. حلو حبيبي، حبيبي يسلم لسانك، يسلم لسانك. امسك الشهادة، بص للكاميرا، بص للكاميرا. شكرا يا عم، شكرا يا حبيبي، تسلم لسانكم. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا ونستكمل حلقتنا، وان شاء الله باذن الله تبقى حلقه جديده، حلقه جامده، حلقه فيها مصارحه، يا ريت ما تبعدوش بعيد. فاصل. رجعنا من فاصل وشفنا همسه وشفنا علي وشفنا احساس جميل بالوطنيه. يا رب يكون الاحساس ده وصل للناس اللي قاعدين في تركيا وقاعدين في قطر يهاجموا بلدنا، عشان يعرفوا ان 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 دمياط فيها رجاله، ودمياط فيها شباب كويس، شباب واعي. لا خلاص القصه بتاعت زمان دي انتهت. خلونا نرحب بضيوفنا اللي جايين لنا من دمياط مخصوص. الاستاذ طارق خضر، واحد من رجال الاعمال في دمياط. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا بيك. الكابتن صلاح معروف، مدير عام بالتربيه والتعليم. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا بحضرتك كمان. خلونا النهارده نتكلم عن الانتخابات. انتخابات النيابيه يمكن 10 ايام والماراثون خلاص وصل للمراحل الاخيره. كل المرشحين موجودين في الشارع، بيبص في بتاع الورنيش وبيبص في بتاع الدره وبيبص في اطفال الشوارع، ونسوا الكورونا ونسوا الكمامه وهم انشغلوا بالانتخابات. يمكن احنا عدد المرشحين يمكن بيفوق عدد الناخبين. والله النهارده معانا واحد من المرشحين من دمياط، الاستاذ السيد احمد حسن من الدائره الاولى دمياط. وهنتكلم بصراحه، انا مش جاي نلمع ولا جاي نطبل ولا جاي نقول ولا نعرض في حسنات الاستاذ سيد. الاستاذ سيد النهارده جاي وجها لوجه مع المواطن الدمياطي. نبدا مع الاستاذ سيد. اللي عارفين ان احنا دمياط من خلال متابعتنا مشاكلهم كتار، في مشاكل في مع الصيادين، في مشاكل مع الاساس، في مشاكل مع المواطن العادي، في مشاكل مع الناس اللي بيوتها اصلا مش لاقين سكن، مش لاقي ذوي الاحتياجات الخاصه، التلاميذ، الطلبه. لا دنيا تانية دمياط، دمياط المحافظه اللي بتشتهر بتصدير الاساس. للاسف الشديد يا جماعه النجارين وصناع الاساس قاعدين من غير شغل، قاعدين من غير شغل. الناس بيبعتوا لنا شكاوى على بريد البرنامج مش عارفين يعملوا ايه. يا ترى الاستاذ سيد معاه النهارده حلول لمشاكل الصيادين، معاه حلول لمشاكل المواطن الدمياطي؟ نسمع الاستاذ سيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا بشكر أستاذ محمود على المقدمة الغالية دي، وإن كان فيها بعض اللزع والضغط على المرشح، ولكن هو المرشح ما هو إلا فكرة بتعرض على الشارع. إذا آمن المواطن بهذه الفكرة بيؤيده أو بيرفضه. النائب عايزين نفتح التليفونات للمداخلات يا جماعة، وأي حد عنده استفسار أي حد مداخلة احنا جاهزين. النائب في مجلس الشعب مهمته الأساسية هو التشريع الرقابي، ويضاف إليه الخدمات، ولكن الخدمات ما تبقاش مجرد خدمات شخصية فقط، أو إنها تكون خدمات تخدم فئة معينة. بالبلدي النائب نازل يحدد قوانين بتسري عليها البلد، بيضع مع الدولة منظومة متكاملة من هذه القوانين، بيرفض اللي فوق طاقة المواطن، بيؤيد اللي بيدعم المواطن، بيشوف هل أنا في دمياط لما يجي حاجة خاصة بقانون العمل هل هذا يناسب العمل الدمياطي، هل ده بيعززه، هل ده بيؤمنه. ده اللي المفترض ان النائب بيعمله. لكن في الفترة الأخيرة منذ 2006 حتى الآن كل من اعتلى المنصب النيابي ملوش دعوة بالشارع. كل اللي اعتلى المنصب النيابي بيفكر بس في حاجة واحدة بس، هي ازاي يأمن مصالحه. كل اللي بيعتلي المنصب النيابي بيفكر فقط في مصالحه الشخصية ازاي يقضيها، وبعد كده زي ما حضرتك قلت هو ما بينزل بيبوس اللي بيلمع الجزم وبيبوس المشردين واللي تعبانين في الشارع، بعد كده بيلفظ ويلفظ علشان دقة اللغة عشان الستار لانه دقيق جدا في اللغة، بيلفظ كل الناس. بلدي يعني خليني اقطعك واقول يعني لو قدر وحضرتك الانتخابات خلصت وان شاء الله باذن الله وربنا وفقك، هنقول تليفونه مقفول، وهنقول النائب يصيف والنائب بطل بوس وبطل. انا راجل بسيط، فلاح ابن فلاحين رغم مركزي في وسط عملي اللي انا بشغله دلوقتي كمأمور ضرائب، او مركزي الاجتماعي كراجل كنت احمل صفة نقابية في اتحاد عمال مصر عن العمال. وحضرتك لو رجعنا لورا شوية كنت مرشح العمال عن حزب الوفد في 2010، ولكن طبعا حضرتك كنت عارف الامور بتدار ازاي، بلاش نفتح في القديم خلينا في الجديد احسن. فعشان اتكلم النهاردة عن بلدي اتكلم عنها عن دمياط، البلد الجميلة، البلد اللي ربنا سبحانه وتعالى حباها حتى في موقعها الجغرافي ان تكون كينونة ما بين بحر ونهر وبحيرة. ما شاء الله ما فيش في الكون كله بلد بجمال دمياط، ولا بحلاوة دمياط، ولا بجمال اهل دمياط، ولا بكرم اهل دمياط على فكرة. وما يؤخذ عنهم فهو باطل، زي ايه جواز عتريس وفؤاد، كل ما يؤخذ عن الضمائر. طيب احنا معانا مداخلة، واضح ان الحلقة بدأ سخنة معانا والضمائطة قاعدين مركزين معانا. مين معانا؟ الأستاذة بشرة من دمياط. اهلا وسهلا بك يا أستاذة بشرة. ايوه السلام عليكم. انا شايف ان احنا بدأنا سريع كده، انت شايفة المرشح الأستاذ سيد شايفاه من وجهة نظرك في الشارع قادر ان هو يقدر يخدم، ولا شايف ايه بيه؟ عاوزين نسمع بس مشاكل الضمائط. والله حضرتك يا شارد حق فقار، يعني حاج سيد انسان له رؤيته وطريقته الواضحة في تقديم الكثير من الخدمات لاولاد البلد، يعني اولاد دايرته، وده من خلال تواجده في مواقع عمل كتير، وهو من خلال رئاسته لجمعية تنمية ورمال دمياط، وهي جمعية تنموية تحت شعار خير بلدنا لاولاد بلدنا. بيقدم مساعدات كتير قوي قوي للاولاد دايرته وللناس اللي حواليه، فهو بيقدم مساعدات ماديه للناس الغير قادرين وغير
الطبيه ووفر علاج اسر كتير. وبعدين هو انسان بصراحه من اول اهتماماته مشكلات الدايره بتاعته ومشكلات البلد المحيطه واهمها مشكلات التعليم. من اول اهتماماته في المنطقه العمليات التعليميه ومن خلال تواجده او من خلال مواقع او شغله بيذلل كتير قوي من المساكن في المدارس بصراحه والادارات والمديريات. وبتبنى كتير من الطلبه بيقدم لهم مساعدات بيقدم لهم دعم في جميع المجالات سواء متفوقين او مواهب بيعمل لهم حفلات بيعمل لهم رحلات بيعمل لهم حاجات كتير قوي وخاصه الطلبه الغير قادرين بيسدد عنهم مصروفات كتير بيقدم لهم مساعدات ماديه وعينيه كتير بيوفر لهم ادوات ماديه يعني احنا عاوزين نقول ان الاستاذ سيد ليه ارضيه في الشارع؟ اه طبعا من خلال عمله ده هو بيشغل اكتر من مجال سواء مجال خدمي او سواء او من خلال وظيفته او من خلال عمله في اللجنه النقابيه اللي هو شغال فيها. هو متبني مشاكل الضرايب في المنطقه كلها سواء للممولين او لزمايله. من خلال تواجده في لجنه في جمعيه الاسكان هو عمل جمعيه اسكان الضرايب العقاريه وذويهم عمل مشروعين جبارين في راس البر. دول مشروعين ملموسين جدا للناس كلها. وفر وحدات سكنيه لشباب كتير باسعار رمزيه جدا. نشكرك يا استاذه بشرى. واضح ان احنا كده هنقعد نعدد في محاسن الاستاذ سيد. احنا عاوزين يا جماعه المداخلات بتاعتنا عاوزين الناس اللي عندها المشاكل. شكرا يا استاذه بشرى. خلونا نرجع لضيوفنا الاستاذ طارق خضر واحد من رجال الاعمال اللي يمكن متواجد في الشارع وحاسس بمشاكل المواطن الدمياطي. انت موافق على المداخله دي؟ شوف يا استاذ محمود سعادتك في بدايه البرنامج عرضت مشكله صرف صحي في احد القرى ووجهت اللوم دي القريه اللي انا عايش فيها ايوه ووجهت اللوم الشديد اللي على حق للسيد المحافظ والاجهزه التنفيذيه المسؤوله على فكره دي توجيهات السيد رئيس الجمهوريه ان مفيش حد يقعد في مكتبه اللي عاوز يقعد في مكتبه يبقى يقعد في بيته احسن وسعادتك وجهت لداء للسيد رئيس الجمهوريه بالتدخل اللي طبعا احنا الوقت وصل بنا الحال فعلا ان مشكله زي دي بنناشد السيد رئيس الجمهوريه. السيد رئيس الجمهوريه عنده من المهام ما يكفيه. وبناء على برضو على الفيديو اللي سعادتك عرضته بشكل يعني فعلا يثير الاسى ان ناس تعاني بهذا الشكل في الصرف الصحي في الالفيه الثالثه في مصر. شايف تنهيده وراها حاجات كتير. مفيش القيادات المحليه لا تحاسب يا استاذ محمود. انا بناشد القياده السياسيه في هذا المقام ولعل صوتي يوصل ان شاء الله يوصل والمجلس القادم ان يضع على اول اولوياته اصدار قانون الانتخابات المحليه. هو انا كمواطن يا استاذ محمود ان شاء الله شهر 4 اللي جاي ولا 6 هتبقى انتخابات المحليه. أنا كمواطن كل المطلوب من الدولة إيه؟ يوصل بيتي كوب ماء نظيف وبالتبعية يكون في صرف صحي وفي عمود إنارة أمام بيتي والشارع اللي قدام بيتي مرصوف كده يبقى الدولة قدمت لي فعلا كل الخدمات اللي تستقيم بها الحياة الحديثة. أوكي؟ طبعا مين اللي بيراقب على هذه الأشياء؟ مين اللي بيراقب المحافظ؟ مين بيراقب رئيس الوحدة المحلية في القرية؟ المجالس المحلية المنتخبة حجر زاوية في توفير هذه الخدمات للمواطن والرقابة والسيد الرئيس والحكومة وصل بعد المخالفات في المباني والأمور دي كلها تيقن الجميع رئاسة وحكومة وشعب أن المحليات تحتاج إلى رقابة ولن يقوم بها إلا المجالس المحلية المنتخبة اللي احنا في امس الحاجه ليها. ولو معلش اسمح لي انا يعني لن اتجاوز اذا قلت لو بيدي الامر كنت بدات بالمجالس المحليه قبل مجلس الشيوخ وقبل مجلس النواب. اقتراح مجالس المحليه حجر زاويه في توفير الخدمات. يعني احنا نقول ان احنا كنا النواب الموجودين في المجلس الحالي اشتغلوا اعضاء مجلس محلي يا فندم
اعضاء مجلس النواب الموجودين حاليا اشتغلوا محليا؟ ما هو انت كمواطن ما عندكش الشخص او القياده المنتخبه في محافظتك او في قريتك او في مركزك اللي تشكو ليها، فبتضطر تحط عبء اخر على عضو مجلس النواب. انا اللي هو المهمه الاساسيه ليه ايه؟ الرقابه والتشريع. عنده كنترول بيقول لي في مداخلات كتيره جدا من دمياط ومن بره دمياط. معانا الحاج جلال حسيب رئيس جمعيه اسكان صناع الاساس. اهلا وسهلا بيك يا حاج جلال. اهلا مرحبا. ايه الاخبار عندك في دمياط؟ انا شايف ان في مشاكل كتيره للنجارين وصناع الاساس ومشاكلهم كتير. طبعا مشاكل كلها تتحل ان شاء الله. احنا يعني عندنا عده مشاكل في قطاع الاسكان وفي قطاع الاساس، لكن بدايه احب اسجل ان سياده الرئيس قد اقام مشروعات عمرانيه جباره وانشا مدن عظيمه جدا زي العاصمه الاداريه والعالمين والمنصوره، واقام في المدن المقامه مجموعه كبيره من المساكن عشان تحل ازمه الاسكان. ولما اصدروا قرار بوقف المباني اباحهم او اجازهم المباني في المدن المخططه. ايوه معاك يا استاذ، معاك يا حاج، اتفضل معاك سامعين. واحنا عندنا في راس البر منطقه الامتداد العمراني منطقه مخططه ومعتمده اعتماد كامل، اعتماد عام وتفصيلي ومدفوع مرافقها ومخططه على اعلى مستوى، فهم وقفوها هي كمان رغم ان هي مخططه زي باقي المدن. لذلك احنا نطالب ان هم يعني يفتحوا المجال في راس البر بصفه خاصه، لانها منطقه مخططه تخطيط عالمي ومعتمده اعتماد شامل لهذا. طب انت كان في عندك زياره قريبه؟ هم النهارده قالوا في قيود ارتفاع ورجعوا قالوا ان احنا بناخد يعني مبلغ، دفعنا المبالغ، والنهارده برضه بيوقفهم المساكن من غير يعني مبرر. فاحنا بنطالب ان هم يفتحوا الترخيص ويفتحوا المباني في الامتداد العمراني، لان ده مكان مخطط ومكان منظم. هذه واحده. الثانيه اننا جميعا كجمعيات قد دفعنا مرافق مشاريعنا كامله يمكن من 15 سنة، وحتى الآن لم تكتمل المرافق رغم ان احنا دفعنا كل المبالغ المستحقة للوحدة المحلية رأس البر. بس انا اعرف ان يا حاج جلال زي ما هم بياخدوا حقهم يدونا حقنا، لان احنا مواطنين لنا حقوق وعلينا واجبات. يا حاج جلال انا اعرف ان في مشروع مدينة الاساس كان بيفتتح قريب، واعرف ان المحافظ دمياط نشيطه جدا يعني وبتشتغل وبتتحرك. تاني يا فندم مش سامع والله. بقول لك كان في افتتاح لمدينه الاساس قريب، وشايف المحافظ دمياط في قمه النشاط يعني بتتحرك، واكيد هتستجيب للحاجات دي يعني. هو احنا يعني عرضنا الكلام ده اكتر من مره على السيد المحافظ السيده المحافظ، وهي وعدت بانها تحل الموضوع، ولكن الموضوع يحل ثم يقف مره اخرى. فاحنا بنرجو من السيدة المحافظ ان هي تتبنى هذا الموضوع وتحل القضية. اما مدينة الاساس فهي مشروع مهم نتكلم فيه لاحقا ده بعد اذنك يعني. اتفضل. احنا طبعا احنا في دمياط انا عاوزين مشاكل دمياط اللي الاستاذ سيد في امكانية يكون عنده مقترح لحل المشاكل دي. يعني انت عندك مشكلة العامل بتاع اليومية، الراجل اللي بيشتغل النجار اللي المحل بتاعه مقفول ما بيشتغلش ليه كام شهر. انت عاوزين نتكلم في المشاكل دي ونشوف الاستاذ سيد رؤيته ايه. احنا حضرتك عندنا مشاكل في قطاع الاساس نظرا لعدم القدره على التسويق، ولما الدوله اتجهت للاعمار الكبير واتجهت الارتفاع يعني التعويم الجنيه والكلام ده، ارتفعت الخامات وارتفعت الاسعار، فاصبحت السيوله عجز عن انها توفي باستهلاك المنتج. فالنهارده احنا عايزين نظره من الدوله، خاصه مدينه الاساس دي تقوم بالتسويق.
التسويق الكبير عالميا علشان تبقى هي القاطرة التي يعني تجر صناعة الأساس وتبدأ الصناعة تزدهر ويبدأ الناس يجدوا قوت يومهم وتبدأ الدنيا تستقر والأمور تبقى ماشية إن شاء الله. طبعا يعني بنناشد السادة المسؤولين إن هم يضعوا هذا الموضوع نصب عيونهم، لأن النهاردة احنا عندنا حضرتك 150 ألف عامل فيهم نسبة كبيرة عطلة دلوقتي نتيجة الكساد اللي احنا فيه. رسالتك وصلت يا حاج جلال، وإن شاء الله بإذن الله ان شاء الله نتابع مع محافظ دمياط ومعانا الاستاذ سيد نشوف مقترحاته وافكاره للقضاء على هذه المشكله. على فكره محمود والله ليس مدح الامتداد العمراني اللي اتكلم عليه المتصل كان عباره عن برك ومستنقعات. ايوه هذا الرجل شهاده حق، اول واحد ردم المستنقعات، شهاده حق. اول ما لبنه اتحطت في الامتداد العمراني اللي هو على فكره صورة، أنا عاوز أسمع من الأستاذ سيد، صورة مصغرة جدا للعاصمة الإدارية. اتفضل أستاذ سيد. اتفضل يا أستاذ طارق. عاوزين نشوف أنت جايب الأستاذ طارق بيدافع عنك؟ جايب محامي ليك؟ أبدا، هو أولا هو بغض النظر عن أنا بني الواقع يا فندم. واقع إيه بس؟ إحنا جايين نمتدح من الراجل على غير، عاوزين والله بنقل الواقع وشهادة حق. ربنا يكرمك. اتفضل أستاذ. اتفضل أستاذ سيد. هو الأستاذ طارق والحاج جلال طبعا بيتكلموا عن نقطة مهمة جدا برضه بتتعارض في مشكلات جمعيات الإسكان. جمعيات الإسكان يا سادة المفترض إن هي بتساهم في حل مشكلة الإسكان التعاوني اللي هو إسكان محدود الدخل الغير قادرين، وبتخدم أعضائها سواء كانوا بينتموا إلى فئة معينة أو إلى الأهالي. طيب النهاردة لما أجي أتكلم الوقت عن جمعية لمت فلوس من الناس وبنت المشروع بتاعها والمشروع اكتمل بقاله 3-4 سنين ولغاية النهاردة المرافق اللي سددها اللي تقدر دلوقتي اكتر من 150 مليون جنيه، المرافق دي ما توصلتش ليه؟ ما توصلتش لعجز في الميزانيه؟ طب احنا سددنا الفلوس، طيب ما توصلتش علشان خاطر هم بيبصوا للفئه دي على انها فئه غير معتبره؟ طب احنا زهقنا نناشد من اول محافظ دمياط الاسبق عبد اللطيف منصور مرورا بالمحافظ اللي كان موجود دكتور اسماعيل طه حتى الدكتورة منال اللي موجودة دلوقتي. تلت محافظين تكرروا على مشروعاتنا، ورغم ذلك دلوقتي انا بشوف ان جمعيات الاسكان مهملة، القطاع التعاوني في محافظة دمياط مهمل، محدش بيبصله بعين الاعتبار، بيبصوا ان الاعضاء دولت او الجمعيات دول شوية ناس مستثمرين. احنا مش مستثمرين، ما عندناش فلوس. احنا دلوقتي لما ادفع المرافق من سعر 200 جنيه او 300 جنيه للمتر، واجي النهارده اوصل المرافق يقول لي طب معلش اصليه زادت، طب انا مالي؟ ما انا سددتها لك قبل كده. ما انت لو نفذتها دلوقتي يقول لك، تيجي تكلم بتوع المقاولين العرب يقول لك اصل احنا ما بناخدش الفلوس. طب دلوقتي نخاطب مين؟ نخاطب اكتر من رساله بعتناها وقلنا يا جماعه بصوا الجمعيات الاسكان لانها بتحل مشكله كبيره جدا من منظومه الاسكان. خلينا نشوف الكابتن صلاح معروف، واحنا عرفنا قبل الهوا انه كان حارس مرمى دمياط، هو حاليا مدير عام في التربيه والتعليم. عاوزين نتكلم عن مشاكل الضمايطه، مش عاوزين جايين نمتدح الاستاذ سيد. ربنا يكرمك. عندنا صيادين عندهم مشاكل. تمام. الصيادين قاعدين ما بيشتغلوش، دمياط اللي كنا بناكل منها السمك الخير كله والخير كله مش لاقيين حاجه بلدنا من دمياط. اتفضل يا استاذ. اولا احنا بنشكر حضراتكم لاستضافتنا في قناه الصحه والجمال، لكن انا جاي يعني مثقل ومحمل باعباء كثيره من اهل بلدي. اتفضل. والشيخ درغام وعزبه البرج دول اهلي، وبنقل رساله منهم لعل الساده بقى مش جاي ممتدح بقى الاستاذ سيد، لان انا جاي هاجمه في القناه بقى، هو وكل الاعضاء اللي مترشحين. ليه سعادتك؟ الناس دي بوح صوتهم من مشاكلهم، رغم انهم عندهم قنوات شرعيه للمفروض لطرح مشاكلهم، جمعيه صيادين وثروه سمكيه لكن ومجلس نواب وكله، ولكن ولا حياه لمليون نادي، ما حدش بيسمع لهم. ولذلك هم اول ما عرفوا اننا جايين عشان نطرح مشاكلهم بقى يتهفتم، وطب قول كذا واعمل كذا، ما بتكلم عن مشاكلهم، انا عايش في وسطهم رغم اني ابن ابناء التربيه والتعليم اللي انا عايش في وسطهم. اتفضل.
المشاكل يعني ببساطه الناس عندهم ما يقرب من 5000 مركب في هزبة البرج. اولا هزبة البرج دي مدينه ساحليه جميله بربطها راس البر من الناحيه الغربيه وهي في الناحيه الشرقيه وفي نهر النيل بيفصل بينهم. مكان متميز جدا. الناس دي من يوم ما ربنا خلقهم بيشتغلوا في الصياده. 85% من اهاليها بيشتغلوا في الصياده صيادين. طبعا لما تيجي مثلا مش عاوز اقول للدوله، انا عاوز اقول لصغار الموظفين، الدوله والله مشكوره بالقياده السياسيه الحكيمه وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دماغنا مشكورا والمجهود اللي بيقدمه، ولكن لما نصدم بموظف صغير او الموظفين الموجودين بيكلموا الناس دي عشان هم طبعا ناس بساطه بساط، لا ما فيش ما بنحلش وما بنعمل. طب ليه يا جماعه؟ ليه؟ الناس دي لها مشاكل تتحل. طالبين هم منهم طلبات دفعه واحده، عاوزين منهم قارب نجاه وعاوزين منهم تامينات وعاوزين، طب كل الحاجات دي مره واحده؟ طب الصياد الغلبان ده يعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ امال الجمعيات ترهي ولا انا بقول لحضرتك اهو بيروحوا يطلبوا ويروحوا يتكلموا وهم مكتوفين الايدي وما تشتغلوش في اماكن معينه في البحر المتوسط. طب ازاي الناس دي تشتغل في ايه بقى؟ المركب ده بيتكلف عليهم ملايين ومديونين للبنوك ومديونين للتجار ومديونين لاصحاب البويات ولاصحاب الخشب، ده شريحه كبيره جدا يا استاذ محمود، وفي نفس الوقت ما حدش بيسمع لهم. ده اللي مزعلنا. يعني احنا بنقول لو في نائب مترشح هو همزه الوصل ما بين المواطن الغلبان او الصياد والقياده السياسيه، فاحنا يعني عاوزين نسمعهم. رساله يمكن رساله مريره، الراجل بيتكلم عن مجموعه والاف يمكن ملايين من الصيادين اللي قاعدين، يعني حال كتير من المواطنين. والله بامانه يا استاذ محمود حالهم زعل فعلا، الناس دي شريحه كبيره جدا. انت عندك حلول للناس دي يا استاذ؟ ايوه يا فندم، اتفضل. ما هو كل شيء له حل. اتفضل. هو طبعا زي ما احنا بنقول دلوقتي، على فكره احنا مش عاوزين الاحلام والحاجات الورديه كده والاخر خالص الراجل يفوق يلاقي نفسه مرمي في الارض في الشارع. انا ما بقولش احلام ورديه، انا بقول بان محافظه دمياط تعتبر من اهم المحافظات الايراديه داخل جمهوريه مصر العربيه وتقدم الكثير للدوله. اذن لابد ان تدعم الدوله محافظه دمياط بكل عمله وفئاته، بدايه اولا من عامل الاساس الصنايعي. لو معانا حاجه للاساس كده نشوفها بعدين. الصنايعي، الصنايعي دلوقتي اللي ايده بتطير على الربوب او بتطير على الـ على الـ على المنشار او على الحلايا، مفيش حتى مستشفى تخصصيه داخل محافظه دمياط لمعالجه الاطراف المبتوره، مفيش عندنا تخصص باللازم يعالج نفسه على حسابه. طب هو راجل بسيط وارزاق وبيشتغل على الله. انا شايفين فيديو لل ده مشروع الاسكان يا فندم. انا بتكلم دلوقتي على اهم منظومه في دمياط، العامل الدمياطي يا ساده. أيوه. العامل البسيط صاحب الورشه الصغيره زي ما الحاج جلال قال، احنا عايزين اللي يتولى تسويق المنتجات الدمياطيه. عندنا قريه زي الخياطه والبصارطه والعنانيه، قرى منتجه، العدليه، البستان، اولاد حمام، ام الرضا، جمصة، الركابي، كل هذه المناطق. انت عندك الدايره دي فيها كم قريه؟ الدايره ما شاء الله كتيره جدا، وانا علشان انا شرفت بان انا اشتغلت صراف قبل ان اكون مامورا للضرائب، فانا اشتغلت في كل هذه القرى، اشتغلت فيها، اختلطت بكل الناس، عاصرت كل الفئات، كنت بحاسب الدكتور وبحاسب الفلاح، كنت بحاسب العامل وبحاسب ده وبحاسب ده، فبالتالي اصبحت على مقربه واحده من كل الناس. وناشد السيد رئيس الجمهوريه أن ينظر بعين الاعتبار وأن ينظر كل من يحمل الصفة التنفيذية داخل محافظة دمياط إلى عامل دمياط، اتقوا الله في هذا العامل، فإن هذا العامل يتعب ويجد وتبتر أعضاؤه ولا يجد حتى قيمة العلاج. لماذا لا يكون هناك غطاء تأميني زيه زي الموظف العام طالما أنه هو بيقدم المدخلات بتاعت دمياط؟ أنا شايف أن في كتير معانا هتضيع علينا أن احنا نعرض المشكلة. اتفضل. طيب ماشي يا فندم. لا لا اتفضل استاذ محمود. لا انا معاك. انا عايز برضه استاذ محمود مداخله صغيره. دمياط كانت حاجه تفرح وحاجه جميله جدا بالنسبه لصناعه الاساس والتصدير بره الاساس. والله كانت خليه نحل، هي الركيزه الاولى يا فندم، كانت خليه نحل، حاجه الركيزة جميله كده بجد. اي مغترب بينزل دمياط فرحان بشكل دمياط والشكل الجميل. انا شايفك عاوز تقول حاجه. اتفرج على الطرق يا محمود بيبعد اذن الاستاذ طارق عشان هو هيكمل ورايا. استاذ طارق اتفرج على الطرق. قاعد اصلا يعني اهتمامي بالخدمات الاساسيه للمواطن يا استاذ محمود برضه عشان
القيادات المحلية التنفيذية يبقى لها العذر. يكاد يكون حاليا مفيش عمال نظافة على الإطلاق في الوحدات المحلية. ده مصيبة. سواقين اللوادر وعربات جمع القمامة مش موجودين. يا ريس يا ريس يا ريس، الخدمات الأساسية الوحدات المحلية مش مفتقدة. بين القرى مفيش يا فندم، ما عادش فيه عمال منتجة. ومش عمال خالص الوحدات المحلية. رسالة بتوجه. أنا هقول لسعادتك، أنا كنت في يوم من الأيام وكيل المجلس الشعب المحلي في قرية الشيخ دريان. أنا كنت وكيل المجلس. إحنا كنا منظومة جميلة جدا جدا بالعمل. كان في تواصل ما بيننا وبين التنفيذيين، إحنا كنا رقباء عليهم. تمام. كانوا بيعملوا ليل نهار. تمام. يعني بجد كانت منظومتنا في المجالس المحلية بتخلي الراجل الموظف بتاع الوحدة المحلية شغال عمل متواصل، ما بيستجرش يسكت. إحنا عيننا عليه. دلوقتي مين اللي بيراقب عليه؟ لو مفيش محليات. مفيش محليات. اذا العمليه لا رقيب ان شاء الله تظبط لما يبقى ان شاء الله باذن الله. يا رب. الاستاذ سيد، وكلمه تقولها المحافظ، وكلمه تقولها رئيس الجمهوريه، وكلمه تقولها مواطن دمياط. انا بقول وبضم صوتي لصوت زملاء الايدي العامله في دمياط. دمياط نفسها بتئن من الطرق الداخليه داخل القرى. نعم. بتئن من التهميش، بتئن من 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 تحديد منظومة مسؤولة عن العمل الدمياطي سواء كان في قطاع الأساس أو في الصيد. بتأين من 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 توجيه الدعم على الأقل. أنا عايز حضرتك بس دعم حتى للمحروقات على الأقل، للسفن اللي بتشتغل. ما هي بتوفر عندي حاجة قيمة جدا اللي هو المنتج الحيواني من الثروة السمكية داخل. هو الصياد اللي بيطلع يصطاد، ده بيصطاد السمك بياكله في بيتهم ولا بيوزعه في السوق يا فندم؟ بيوزعه في السوق طبعا. اذا لابد ان يدعم هذا المواطن طبعا. لابد ان يكون هناك دعم للعامل اللي موجود دلوقتي اللي قاعد في بيته ما بيشتغلش. رساله للمحافظ. رساله للسيد المحافظ، ارجوك يا فندم انزل بنفسك، ما تخليش حد يوجهك. انزل سعادتك زي بقيت زي 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 اي تنفيذ موجود في الشارع. انزل شوف الشارع شكله ايه. الشارع بيئن بالمشاكل. المواطن الدمياطي، المواطن الدمياطي كان الله في عونك، وان شاء الله ساكون اقسم بالله امينا على حمل رسالتك وتوصيلها الى اعلى المستويات حتى الى السيد رئيس الجمهوريه بذاته ان شاء يعني الله. يعني احنا يمكن الفتره اللي فاتت يمكن لمسنا في الشارع احجام، يمكن الناس في انتخابات الشيوخ الناس يمكن كان في عدم اقبال على الانتخابات. المره دي بنقول لا، اطلع وانتخب وشارك، اطلع حط صوتك عشان وانتخب اللي انت عايزه. استاذ محمود ليا امين على الغرب باذن حضرتك. اتفضل. في نص دقيقه. في نص دقيقه. طريق عزبه البرج، طريق عشان نختم. طريق عزبه البرج اللي بيربط ما بين عزبه البرج ومحافظه دمياط. والله يا فندم طريق بقى له اربع سنوات ما حد من المسؤولين رغم مشيهم عليه ليل نهار ما حد حط فيه. ده كان طريق بورسعيد القديم زلط قد كده. بنيجي بعربياتنا نفضل بقوله بالبلد كده بنشخله واحنا ماشيين. ده منظر يعني ايه؟ يعني المسؤولين ما مشوش عليه ويجي علينا بقى فصل الشتاء حدث ولا حرج. مطر وال يا قول منجده. رجاء طلب من القياده السياسيه ان تتحول المحافظات الى جمهوريات مصغرة لها الميزانية الخاصة. الرئيس في أحد زيارات اسكندرية سأل محافظ اسكندرية ميزانيتك كام. أنا كمواطن دمياطي بوجه رسالة للسيد الدكتورة محافظ دمياط، ميزانية دمياط كام؟ ويا رئيس رجاء نجرب مرة المحافظ يكون من أهل المحافظة. ده رسالة، يمكن رسالة نقول إن في عدم رضا عن المحافظ. طبعا لا شك. انا كمواطن مغلقة. الابواب مغلقه. انا كمواطن دمياطي في ربع دقيقه. طبعا الابواب مغلقه من كافه التنفيذيين في محافظه دمياط. واضح ان احنا جايين النهارده مش بن مش ولو قعدنا نتكلم عن دمياط هنتكلم عنها ساعات. بنراعي مشاكل اهالي دمياط، الناس الطيبين، الصرف الصحي، صناع الاساس، الصرف الصحي. واضح ان كنتوا محتاجين حلقه ثانيه. الصرف الصحي في القرى. في نهايه الحلقه انا بشكر كل فريق الاعداد وبشكر الاستاذ عبد الطاب عوض مدير البرنامج. بقدم تعازي لفريق العمل في الغردقه خالص تعازينا. بشكر كل القناه والعامل في القناه في الاستوديو والاستاذ محمد الشاهد والمخرج والمصورين وكل زمايلنا الموجودين. بجدد تهاني
لشعب مصر وجيش مصر ورجال مصر، ودايما وابدا بنقول للسيد الرئيس ان مصر لينا ومصر بينا، ودايما وابدا نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. خالص تحياتي محمود عوض.